السلام عليكم. حنا عمال ديال الحماحم ديال المكناس، حنا مضرورين اسيدي، هاد الناس كلهم راه خدامين في الحمام، مضرورين حنا لا حمولين الحمام، ما بغاوش يحلوا هاد الحمام هذا وما بغاش يديروا معنا حل. جينا عند الباشا كيتفلى علينا، كاتب العام ما بغاش يستقبلنا، مشينا للبويرة عرب ما بغاش يستقبلونا، هاد الشراء ماشي معقول، يديروا معنا شي حل الله يرحم الوالدين. حنا هاد الناس راه مضرورين، مضرورين بزاف، كاين اللي كاري، كاين اللي عنده الكريدي، كاين اللي عنده الاولاد، كاين اللي مريض، كاين اللي كل واحد شنو عنده. الله يرحم الوالدين ما داروا معنا شي حل. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم شوف كل شيء مضرور، مالي الحمامات كاملين في مكناس مضرورين، كاين اللي عنده ولادو، كاين اللي عنده الكريديات، تا واحد ما بغى يدير معنا شي حل. الباشاوية تتهرب علينا، جينا للعمل هنا تيكذبوا علينا، تا واحد ما بغى يدير معنا شي حل. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، يديروا معنا شي حل. الحمام خدامين في طنجة، الحمام راه خدامين في طنجة وخدامين في أكادير وخدامين هنا في المدينة، وحنا كنا ما عندنا حق وكلشي. الله يرحم لكم الوالدين، حنا كنطالبوا حقنا، راه حنا مضرورين، راه من نهار اللي تسد الحمام تسد رزقنا، راه حنا كاريين، عندنا الراجل عندي معذور وفركنا والولاد، ما لقينا فين نعطيو بالراس، راه حنا ما لقينا ما ناكلو ولا ما نشربو، الكرا كيطلع علينا والضو والما كيطلع علينا، وفين غنمشيو؟ لا حنا لا ولادنا. راه غادي تجمع ليا الكرا شهرين ولا ثلاث شهور غادي يخرجني مول الدار، فين غنعطي بالراس؟ الله يرحم لكم الوالدين الا ما ديروا معنا حل، الله يرحم لكم الوالدين ما ديروا معنا حل، راه حنا مضرورين كثر من القياس، راه حنا مضرورين كثر من القانون، فين غنعطيو بالراس؟ دابا راه حنا واقفين، واش كنمشيو نسعاو الشدوكه ديال الخبز نجيبوهم لولادنا؟ اللي غتمشي تخدم عنده في الدار ولا هذه ما كانش اللي يدخلك مع هذا المرض هذا، تمشي تسبن عند شي حد ما كانش اللي غادي يدخلك مع هذا المرض هذا، فين غنعطيو بالراس؟ راه حنا مضرورين، الله يرحم لكم الوالدين الا ما ديروا معنا حل، الله يرحم بها الوالدين، ديروا معنا حل، الله يعطيكم السر. السلام عليكم، انا تنشد هاد المسؤولين هادو اللي حنايا فهاد الوقت فهاد الظروف ديال الجائحه وتيشدوا علينا الحمامات ومقبلين على الدخول المدرسي اللي هو خاصو واجبات، واخا الدوله تتساهم فيه تنكملوا من جيابنا، لان ما هاد القطاع ما كاينش خاص ما كاينش شي ناس اللي يهضروا عليه، وتنشد المسؤولين ديال مدينه مكناس ينشدونا فهاد الموقف هذا ويوقفوا معنا ويشوفوا من حالتنا، راه حنا مضرورين مضرورين ماديا ومعنويا، لان ما حنا فهاد البلاد تنعيشوا باسم الله الوطن الملك، ما تنعيشوش باسم واحد اخر، تنعيشوا بالله الوطن الملك، لان ما حنا عندنا وليداتنا، عندنا مصاريف، عندنا كل شيء، عندنا حاجيات، عندنا خلاص ما والضوء، عندنا اي حاجه مضرورين منا، علاش حنا هذا القطاع ديالنا اللي هو الحماحم اللي تناكلوا منه طرف الخبز يجيو بين عشيه وضحاها ويشدوه، شكون هو هذا المسؤول هذا يخرج لعندنا ويقول لنا بان ما انا اللي شديته، حتى واحد في هذا القطاع ما كاين، لان ما كاينين الحماحم فاس على ما يقول الناس، كاين الحماحم في فاس وفي طنجة وفي مكناس في المدينة تيتحموا فيهم وحنا شادين علينا هذا القطاع، واش كيف يعقل هذا المواطن باش غادي يعيش باش غادي ياكل باش غادي يشرف على وليداته باش غادي يخلص الماء والضوء؟ وشكرا والله يرحم الوالدين وعاش الملك الله الوطن الملك. نعم كيقولوا الحمامات يسدوا طوبيسات عامرين الى المدينة عامرة الى الطاكسيات عامرين الى الشارع عامر وكتسدوا علينا حنا الحماحم، علاش علاش؟ الله يرحم لكم الوالدين ديروا معنا حل، الله يرحم بها الوالدين، المدرسة جاية، الكرا، الضوء والماء، المعيشة ما كايناش، فين غنعطيو بالراس؟ الله يرحم لكم الوالدين، الله حنا كنطلبوا الله وحقنا، الله يجعل ربي يشدنا فيكم، الله يشدنا في سيدنا، وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، الله يرحم بها الوالدين.